طيب وأفاهكم بذكر محمد وآل محمد. قال إمامنا الرضا سلام الله عليه: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر الصلوات على محمد وآل محمد. تكملة الحديث: فإنها، أي الصلوات، فإنها تهدم الذنوب هدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا نجات الأمة يا غريب يا مظلوم كربلا، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، سعروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو بها جبلا وتهبط وادي، وخلت ديارهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوايا، يا الأوتاد يا دار قد ذكرتني بعراسك، يا القفرة عراس بن النبي الهايا، يا وادي
لما يا أسرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولياء قد شتتهم قد شتتهم بين مأيقهر ومن قد شتتهم بين مأيقهر ومن ومن بين مأسور ومن حور بسيف عنادي هذا بسأمر وذاك بكربل هذا بسأمر وذاك بكرب قلوبنا تهفو إليك يا كربلاء حيض ضريح الحسين ما أشوقنا إلى لثم ضريحك أبا عبد الله وقد طال الغياب طال الفراق هذا بسأمر وذاك بكرب وبطوس ذاك وذاك في بغداد والله لا تحسبون إلى الرضا في طوس ما أجي لسان حال فاطمة تفتر من قبر إلى قبر على أولادها لا تحسبون إلى الرضا في طوس ما أجي ولا إلى بغداد ما رحت وتعني كلهم عليهم نوحيت والجيب شقي لا بعيد عني ولا الذي يمي قريبي دهر دهر رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يمين وعن شمال والله ما أشوف الله يساعد قلبك يا مولاتي يا جدتي يا فاطمة ما أشوف يوم من الحزير مرتاح بالي وعظم علي مصاب مذبوح الوريد الدهر لا تامن اخبار ودار والله ودار يا ودار كم حر انفجع قلبه ودار يا شال حسين عن اهله ودار وهاي ديارهم ظلت خليه وهاي ديارهم ظلت خليه والله لدهايا
دار الدحر ما يوم فرحني وليسر وليسر علي لملم محاشيم وليسر وقف عباس لا يمنه وليسر ويصيحه على سكن مروعيه ويصيحه على سكن امره أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أبي عبد الله الحسين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى كرم النفس الإنسانية ووضع لها حصانة وقدسية، حتى قال في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم. هذه النفس عزيزة عند الله، كل مخلوق، كل نفس حية لها حرمة عند الله، حتى الحيوان. كان حديث رأيته يرويه سنة وشيعة: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض ولا هي أطعمتها. نفس مخلوقات الله، الكائن الحي، حتى هالنبتة هاي، انت من محرم يجوز لك ان تعتدي عن نبتة؟ تحط الانسان اعلى الموجودات، ارقى الموجودات، اخلى المخلوقات كلها هو هالانسان، هالنفس. الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. نفس عزيزة، الدم عزيز، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الدم عزيز، النفس عزيزة عند رب العالمين. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من قطرة دم سفكت بغير حق. تهمت؟ تعال إلى فقهنا، عندنا قواعد فقهية، موضوع خاص سميه بالحوزة القواعد الفقهية. تجد أيها الأخ العزيز عدة قواعد فقهية تصونها النفس الإنسانية. مثلا عندنا قاعدة التقية. شنو معنى قاعدة التقية؟ هي موافقة المخالف ليخالفنا، هي إظهار موافقة المخالف قولا أو عملا دفعا للضرر. لاحظ يعني كيف. الآن صلاتنا هاي اللي نصليها كنا، هاي إحنا مو من عندنا، أهل البيت سلام الله عليهم قالوا النبي صلى الله عليه وآله هكذا كان يصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. هاي صلاة.
لو أنك في بلد مثلا هذا المسؤولين عن ناس ما يرتون يرتضون هالصلال عندك، ما يريدون، يقول لا صلاة إسلامية مو هالشكل غير شكل، وإذا صليت هالصلاة قتلك. فالتقية شو تقول لك؟ تقول لك صلي مثلهم، ها وافقهم، من أجل شنو؟ أن تحقن دمك. اعرف دمك إيش قد عزيز عند الله، نفسك إيش قد عزيزة. لاحظ زين، مثلا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، هذا بداية الدعوة الإسلامية كما تعلم، قتلوا أمه، هاي أول شهيدة في الإسلام رضوان الله تعالى عليها، عذبوا أباه، عذبوه تعذيب شديد، حتى النبي كان يمر عليهم ويقول صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هذا عذبوه تعذيب جدا شديد، قالوا له الآن انقتلك مثل أمك لو تكفر، كفر، كفر بلسانه، تأذى، شالوا عنا التعذيب، قالوا يلا روح، هدوه، مشى. اجى للنبي قام يبكي، قال يا رسول الله أنا بين إيمان ما عندي، زين أنا مو مسلم حقيقي، شو أسوي؟ وإذا بجبرائيل ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يمدح أصلا عمار القرآن، قلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ هاي يسموها تقية. المهم عندنا يسموه التزاحم بين الأهم والمهم، شو انتبه لهالقاعدة. يحدث دائما عندنا أنتم في سلوككم كثير تزاحم بين الأهم والمهم. مثلا الصدق محبذ محبوب، الكذب شنو؟ خراب الإيمان. الإمام الباقر يقول الكذب خراب الإيمان، منبوذ الكذب حرام، فويل للمكذبين، ويل للمكذبين، آيات كثيرة. زين الآن يأتي ظالم ويقول لك هل أنت تصلي؟ إذا تصدق يقتلك، لكن إذا تكذب يعفو عنه، يقول لك روح. هنا شو تسوي؟ عندنا أهم ومهم، المهم الصدق، بس الأهم شنو؟ حياتك، عمرك. حدثني أحد الأخوة هنا من الأطياب في البلد الكريم، يقول أيام الغزو الغاشم نصف الليل نايم طرقت الباب، عندي ولد عمره 13 14 سنة، مسكين طلع فتح الباب وإذا هالجلاوزة لزموها الشكل، قول عندك علم الكويت بالبيت لو لا؟ قلهم لا، قالوا خلي نشوف. يقول أخذوا ولدي أمامي صعدوا إلى غرفته، لقى هواي أعلام، استهبوه، والله عجيب شنو من النظام هذا، بلد تغزو في نصف الليل وثاني يوم يتفتش منه عنده، شنو ما أدري والله، يا قانون يا قيم هاي. يقول مسكين هذا ابني، قالوا له كيف تكذب؟ سوف نذبحك. يقول ربطوا هذا ولدي، قالوا له هذا ولدك راح نذبحه، خلي نفتش بعد. يقول عندي سرداب نزلوا فيه، أنا حاط بيه منبر الحسين، أسوي مجالس أحيانا. يقول بالطريق توجهت للمنبر، هذا عندي هالولد هذا، قلت له أبا عبد الله أقسم عليك بولدك علي الأكبر، اتخلص ولدي من هالمجرمين ذولا. يقول نزلوا نظروا، قالوا لي ما هذا؟ قلتهم هذا منبر الحسين، ريحانة رسول الله. يقول يا سبحان الله هالكلمة يا سيد سمرتهم بأماكنهم، تقول صاعقة ونزلت عليهم. وقالوا لي عمي أخذ ولدك وإحنا في مال، لا هربوا.
فأحيانا إخواني الكذب كذب محرم، لكن أحيانا يجوز. متى؟ حينما تكون في حياة الإنسان، يعني تعدم تقتل، لاحظ، أو تزاحم آخر. مثلا الآن أكو فد أرض مالكها رجل متدين، يقول أنا هاي اللي يدخل عليه يتلف للزرع، لكنك تسمع خلف هالأرض أكو نهر، إنسان يشرف على الغرق يريد يموت، فيجوز لك أن تدوس على الأرض حتى لو تخرب الزرع من أجل شنو؟ إنقاذ نفس، حتى لو ما يقبل هذا، صير تزاحم بين الأهم والمهم. لاحظ الآن، هاي قاعدة. قاعدة أخرى اسمها لا ضرر، يعني مثلا الآن عندنا مقدمة الواجب واجبة، الواجب شنو هو؟ الصلاة. مقدمة الصلاة شنو؟ الوضوء. وضوء واجب عليك، لا صلاة من دون وضوء إلا صلاة واحدة أو اثنين بالفقه، واحدة زين. بس الصلاة كما سأل طاووس اليماني إمامنا الباقر، قال له: يا ابن رسول الله، ما هي الصلاة التي المفروضة من دون وضوء؟ قال له: تلك هي الصلاة على محمد وآل محمد. زين، إذن لا صلاة من دون وضوء، لكن تجد الجو بارد يضرك، يضر بصحتك. الإسلام شو يقول لك؟ معفي من الوضوء، تيمم فصلي صحيح صلاتك. زين، تأتي في الصوم أكو شيخ كبير يضر به الصوم، أو آخر فيه داء العطاش يعطش كل ساعة، الإسلام شو يقول له؟ يقول له: أنت معفي، لا الصوم إجارة رمضان المبارك، لا الصوم. لاحظ، لا ضرر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج. الإسلام، شوف إخواني، هاي كلها من أجل تكريمك أيها الإنسان. الله يتنازل عن حقه، عن هالصلاة، في سبيل نفسك، في سبيل راحتك، في سبيل كرامتك. لاحظ، إذن الإنسان يجب عليه أن يعرف هذه القاعدة، يقيمها النفس. هاي مو كل إنسان يعرفها، مو كل إنسان يستشعر هذا اللطف الإلهي سبحانه وتعالى. نعم، أكو نماذج ذولا أولياء الله مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هالنفس اللي سخرها كلها في سبيل الله. شوفوا شو يقول الإمام، يقول سلام الله عليه، كان يخاطبهم أولئك الناس، يقول لهم: ليس أمري وأمركم واحدة، أنا وياكم نختلف، ليش؟ إنني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. شوف الفرق، فرق إنسان يريدك لله، آخر يريدك لنفسه. هذا يريدك النفس، ترى خطر، هذا مستعد أن يبيعك بأتفه الأثمان. أما اللي يريدك لله، أمير المؤمنين سلام الله عليه، هالقائد هالعظيم، أفضل خلق الله بعد رسول الله، النبي كان يقول لهم، خصوصا بعد يوم خيبر لما قلع الباب، التفت إلى علي أمام الآلاف من المسلمين وهو يقول له: يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالة ألا تمر على أحد من الخلق إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. هذه منزلة علي بن أبي طالب، لكن الشوفة بقي مزوى في بيته 25 سنة، وهو القائل: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. خلي أنا أنظلم أتحمل، زوجتي ضربوها فاطمة الزهراء هم تتحمل، لكن
يهاني الإسلام ينزل الظلم على الدين ما أقبل. إخواني هالدرس ترى ناخذ احنا من هالمحافل من هالمجالس المباركة، إذا أردنا أن نأخذ درسنا كل عمنا لله. اليوم الصبح أنا بينت يسأل سعيد الهمداني الإمام الحسين عليه السلام، يقول له شنو رأيك ببني أمية؟ شوف ايش جاوب الإمام بهالكلمة الجامعة المانعة على قولة المناطق، قال له إنا وهم الخصمان اللذان اختصما في ربهم. ترى مشكلتنا احنا ويا الله، ذولا لأن أعداء الله احنا نحارب، اللي يحب الله نحبه، احنا نعمل كل عمل لله سبحانه وتعالى. ترى هذا هو النهج الصحيح هذا. إذن أمير المؤمنين عليه السلام زين عمل كل عمل لله، قال أتحمل أنا كل شيء أتحمل في سبيل الإسلام يبقى، لا إله إلا الله تبقى هالراية عالية، لاحظ. لكن أكو دور للأمة أخواني، يعني هذا أمير المؤمنين أنتم ما تعرفوا شنو من عظيم، ليش تتركوا؟ ترى الأمة هي اللي صعد وتنزل، صعد نزل آليا، انتبه آليا الصعد، وإلا هو الله هو يرفع هو ينزل، لكن آليا كيف آليا؟ يعني الأمة يجب عليها أن تلتف حول علي بن أبي طالب، يقولوا إحنا نريد هكذا رجل، إحنا نريد هكذا خليفة، وإلا الأمة التركة شو يسوي؟ شوف الإمام الصادق عليه السلام يقول لولا أن بني أمية يجدون لهم من يكتب لهم الدواوين ويعينهم لما غصبوا حقنا. الناس رايحة غير مكان، لاحظ شلون؟ يعني شنو من أمه والله تتأذى حينما تقرأ التاريخ، تيجي هذا علي بن أبي طالب يترك في بيته 25 سنة، ما حد يلتف حوله ما عدا عمار وسلمان والمقداد، دول كم واحد. أما بعدين يجون هالخلفاء، مثلا أفرض يزيد بن الوليد، سليمان بن عبد الملك مثلا، أو العباسيين، والله تقرأ التاريخ، أنا أقرأ ذاك يوم مروج الذهب زين وتاريخ بغداد، شوف شي يقول، يقول وكان محمد الأمين ابن هارون الرشيد كان عاشقا للغلمان، وكان له غلام يسميه كوثر وينشده كوثر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي. إيه هذا ديني، هو هذا ديني، هذا يسموه أمير المؤمنين بشرفك. أم جزعة تجيب له الفتيات الجميلات، يقول ما أبي أريد غلمان، قامت تجيب له هن ذني فتيات وتلبسن ملابس رجال وتصفف شعرهن زين وتقول له تموت تغن تفضل هك. واقتدت الأمة بذول خلفائها حتى اتخذ الكثير من الناس قاموا يسموهن شنو؟ الغلامات أو المطمومات. لاحظ هاي الأمة تلتف حول ذاك والحق الترك. زين تأتي مثلا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين اللي سخر كل لحظاته لله. زين البعض ماذا يقول؟ ولا الآية القرآنية يستشهد بها، يقول إيه الحسين ألقى بنفسه في التهلك، والقرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لنرى هل أن الحسين ألقى بنفسه في التهلكة أم لا. انتبهنا، هو شنو تعريف التهلكة؟ أولا هي هالآية التي تلوتها على مسامعكم الكريمة، هذه نزلت في ماذا؟ في الإنفاق والبخل. انتبهنا بدايتها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. زين ما هي التهلكة؟ التهلكة هو أن تلقي بنفسك من شاهق، تصعد على جبل على عمارة عالية 7 طوابق تذب روحك، هذا يسموه التهلكة. أو الإنسان يشرب سم أو يقتل نفسه بأي طريقة، هاي هي التهلكة. أما أن الإنسان يرمي بنفسه في الحروب ضد الباطل،
يرمي بنفسه في حرب ضد الطغاة. هاي تهلكة؟ لا، هاي تهلكة للطغاة. زين، ذول الذين يقولون هكذا ضد الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، احنا نسألهم نقولهم أن خليل الله نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما حطم الأصنام ما يدري ايش راح يسوون به، فجر الوضع عليهم. زين، أخذوا ماذا فعلوا به؟ جابوا جمعوا للحطب واخترعوا المنجنيق المدفع ورموه في النار. شلون هذا الآن رمى بنفسه في التهلكة؟ ما يدري راح يفعلون به هكذا؟ عنده أحلى شيء، أدى واجبه، أدى مسؤوليته الشرعية، رموه في النار، صار بنص النار. جاءه جبرائيل قال يا خليل الله هل إليك حاجة؟ قال لا، أما إليك فلا، علمه بحالي يكفي عن سؤالي. صعد جبرائيل، إلهي هذا خليلك حبيبك في النار يعذب. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال علمه بحالي يكفيه عن سؤالي. قال له خذ له هذا الخاتم خليه يلبسه. ايش مكتوب على الخاتم؟ انتبه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي ولي الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فوضت أمري إلى الله، حسبي الله، أسندت ظهري إلى الله. لبس الخاتم وقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. زين، احنا نسأل الآن إبراهيم رمى بنفسه في التهلكة؟ أو أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما فجر وضع الجاهلية، وضع العرب، فجر شنو؟ ذب نفسه بالتهلكة؟ ما يدري راح يقتالوا النبي؟ كم محاولة اغتيال ضده؟ كم مرة دوا يقتلون النبي؟ عدة مرات. ما يدري راح يقتلوا النبي؟ ما يدري راح يعذبون أصحابه؟ راح يهجروا؟ راح يهاجر؟ راح يعاني؟ كل شيء. إذن التهلكة ما هي يا أخوان؟ خلي نفرق. الذي يريد أن يتحدث أو يشكل على سيد شباب أهل الجنة، على ريحانة رسول الله، عليه أن يتثقف شوية، يعرف أصول الجدال، أصول النقاش، خلي يقرأ القرآن، خلي يصير عنده اطلاع. إذن الإمام الحسين عليه السلام رأى هالنفس، هالنفس اللي الله أكرمها يا أخواني، هالنفس الكريمة، الله شقد يحرص على أنفسنا. زين، هالنفس ما تستاهل أن نتقدمها إلا في سبيل الله، إلا في سبيل دينك، في سبيل عقيدتك. نعم، هناك الذبح فداء قربانا لله، قربانا للإسلام. وتحرك الإمام الحسين من هذا المنظار، من هذا المنطلق، فكر بمسؤوليته الدينية. لأن المسؤولية أخواني، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فالإمام الحسين من هذا المنطلق، لاحظ، ووقف ضده الكثير. قسم قالوا له سألت أبا عبد الله، أنت اليوم أعظم شخصية في هذا العصر، وين رايح؟ تعال لا تباع يزيد، أجلس في ثغر من ثغور المسلمين، أو يزيد ما عليه بيك بعد. فأبى أبو عبد الله. ليش أبى؟ أولا أن السلطة الأموية كانت مقررة على اغتيال الحسين بكل الوسائل، حتى لو انزوى الحسين كون يقتل. هو قائل، انتبه، هاي كلمة الإمام الحسين يرويها الطبري، يقول الحسين عليه السلام ولو كنت في حجر هامة لاستخرجوني منها وقتلوني. كون يقتلوا، لأن يزيد كتب إلى واليه قال له أنا وقت ما عندي، أنا هاي خموري وقرود وكلاب وكذا، بالعجل الحسين يبايع ما يبايع، وليكن مع كتابك إلي برأس الحسين، يدز لي رأس. زين،
إذن المسؤولية الشرعية على الإمام الحسين، بعد عندنا مسؤولية الاجتماعية، انتبهنا. المسؤولية الاجتماعية اليوم الوجهاء الشخصيات ملاحظ في المجتمع دول مسؤوليتهم أخطر، لأن الناس إذا حدث أي حدث يلتفتون يقولون هذا الشخصية ايش راح يسوي، المرجع شو يسوي، العالم شو يسوي حتى نمشي وراه. زين، يزيد لعب بالمقدسات، تحكم برقاب المسلمين، الناس كلها تنظر إلى الحسين ايش راح يسوي الحسين الآن. الحسين ابن بيت رسول الله والدين دين جده، فأخذ يخاطبهم بقوله: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. يلا تحركوا. التفت الأبناء المهاجرين، أبناء الأنصار، الشيوخ، الصحابة، قال لهم اليوم يومكم. يلا قسم، قال له ما علينا، قسم قال له أنصحك اقعد واسكت ما لك شغلة. شقد أرادوا أن يثبطوا الحسين، حتى قسم ناصح يعني محب، أفرض عبد الله بن عباس الرجال ما له نية سيئة، يقول له أنا بحساباتي، رجل عاقل، أنا بحساباتي أشوف حركتك إلى هناك نتيجة مو خوش نتيجة، دولة غدروا بأبيك بأخيك. لكن الإمام الحسين منظاره أوسع، أوسع وأعلى وأعظم، قال لهم لا، اتحركوا معاي. يلتفت إلى عبد الله بن عمر، شوف شو يقول له، يقول له: يا أبا عبد الرحمن، إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، اتق الله ولا تدعن نصرتي. اليوم يومكم، انتوا العلماء، انتوا أبناء الخلفاء، انتوا الصحابة، انتوا أبناء المهاجر والأنصار، اليوم يقوم خلنا نتحرك. يلا سكتوا جميعا، وتحرك الحسين لوحده ما عداها الصفوة الطيبة، دول أنصار الحسين وأهل بيته، شنو من وعي عندهم دول إخواني، شنو من نمط عالي هؤلاء اللي وصلوا بمستوى الإمام الحسين في مسؤوليتهم. شوف مرت السنوات وإذا هو هذا واحد منهم اللي ما قبل أن ينصر الحسين. مرت السنوات، فعلا قتل الحسين وأهدي رأسه إلى يزيد بن معاوية بعدما طيف به بالبلدان. على كل حال، مرت السنوات وإذا بي يدخل على الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا القاتل سفاك، يدخل عليه يقول له: سمعت رسول الله يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وها أنت إمام زماني، مد لإيدك أريد أصافحك وأبايعك. هو هم خوش سوى وياه، قال له: إيدي مشغولة، ماذا كان يأكل يشرب، ماذا كان يسوي؟ قال له: إن يدي مشغولة، صافح ذلك النعل. أجل الله السامع، صافح النعل وخرج. ليش هذول هذا؟ واحد قال له للحسين، قال له: أبا عبد الله، والله لئن قتلت لنسترقن من بعدك، إذا قتلوك يا حسين يكتب علينا الذل، نصير عبيد احنا. ترى فعلا تحرك أبو عبد الله سلام الله عليه، حمل مسؤوليته، قدمها القرابين، نعم خرج من المدينة بتلك القافلة. يقول المؤرخون: لم يعرف التاريخ قافلة أعظم من قافلة الحسين لما خرج من المدينة، من مدينة جده صلى الله عليه وآله. جاء الحسين أول ما جاء إلى قبر جده، صلى ركعتين، توجه إلى صاحب القبر، أخذ يزور جده
ويتذكر تلك الأيام، تلك الأيام التي كان النبي يضع الحسين في حجره وأخرى على كتفه. يدخل عمر بن الخطاب يقول: دخلت على رسول الله فوجدت الحسن والحسين على عاتقه، قلت: نعم الفرس تحتكما. قال لي: يا عمر قل نعم الفارسان هما. يتذكر تلك الأيام الحسين، تقول الروايات: ثم أجهش بالبكاء، صرخ الإمام الحسين، بعدها أهدأ قليلا ثم نام، وإذا بالرؤيا يأتيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله مع كتيبة من الملائكة، عن يمينه رهط من الأنبياء وعن شماله رهط آخر، وإذا بالنبي يعتنق الحسين سلام الله عليه، يضمه إلى صدره، يقبله في جبهته، ثم يقول له: ولدي حسين، حبيبي حسين، كأنك عن قريب أراك مقتولا في أرض كرب وبلاء، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. ولدي حسين، هذا أبوك علي، وهذه أمك فاطمة، وهذا أخوك الحسن، جاءوا إلي جميعا وهم يقولون: إننا مشتاقون للحسين. الحسين استيقظ وهو يبكي بكاء شديدا، رمى بنفسه على القبر وأخذ يخاطب جده بتلك الكلمات: والله ويلي وصل ويلي القبر، جده وبكى حسين هو فوق، يا ويلي وصاح صوتي أنا، والله يا جد مفارجك غصب يا علي. ثم رجع الحسين وهيأ ذلك الركب، أركب الركبة والشباب، الشباب الهاشميين، أركب العيال، ثم صاح الحسين: أين كبش كتيبتي؟ أين قمر بني هاشم؟ وإذا بأبي الفضل العباس: لبيك لبيك مولاي وسيدي سيدي أبا عبد الله. شو تريد يا حسين؟ قال له: أخي أبا الفضل، قدم لي جوادي. قدم العباس جواد الحسين. المدينة اكتظت بالناس وكلهم يبكون، علت الضجة. صاح أبو الفضل: الوداع الوداع، الفراق الفراق، والموعد يوم القيامة. تحرك الركب، واقفة أم البنين تودع، أم البنين كل ساعة تلتفت لأبنائها: يم لا تقصرون في نصرة إمامكم، لا تقصرون في حراسة زينب، لا تقصر، لا لا ما ريدكم تسودون وجه أمام فاطمة الزهراء. وذولا يصيحون: كل رواحنا فدوى لابن حيدر. نعم، خرج الحسين، أم سلمة واقفة تبكي. قلت لك أم البنين، بعض العلويات من بني هاشم. الحسين أركب الجميع ما عدا صغيرة طفلة، تلك هي ابنته فاطمة العليلة.
صاحت أبتا أما تأخذوني معكم؟ قال لها بنية أنت مريضة عليلة ما علي السفر. يا بويا حسين وياكم أخذوني، وحدي بهالبلد لا هاي يا تخلوني، والله عقبكم يا أهلي يعمن عيوني، يا ضعيف والجسم ينلظها يا مبسوية. بقيت هذه العليلة عند أم سلمة زوجة رسول الله. مرت الأشهر، كل ساعة تقوم تطالع إلى بيت الحسين، هذا مكان أبوي هنا، هذا مكان عمي العباس، هذا مكان الأكبر، وين الأحبة؟ ها راحوا. والله يا دارنا يا دارنا كنت زهية، وجانت قنادي له ضوي وي عمت علي الغاضرية، راحوا اهلي من بيها وإذا في يوم من الأيام تسمع ضجة وبكاء، وإذا بها تلتفت ما الخبر؟ قال له جاء ناعن من العراق. منو؟ وإذا ببشر بن حذلم يدخل إلى المدينة وهو يصيح برفيع صوته يا أهل يثرب لا يا مقام لكم بي قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار يا أهل يثرب شيخكم وإمامكم ما منكم أحد عليه يغار. سألت أين والد؟ شو حدثني عن الحسين، حدثني عن العباس. أخذ يمسح على رأسها، أحست الطفلة لطمت على رأسها، صاحت وأبتاه وذبيحة أبتاه حسين من لليتيمة حتى تكبر. والله أثار أثار الأب يا ناس خيمة في على طفالها وحريم منازلك كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتموا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار مين بعد الحسين؟ إلهي نسألك وندعوك بأسمائك الحسنى،
إلهي نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله. اللهم اشف كل مريض، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب وأسير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه أعزائي الحضور من أوصاني بالدعاء. اللهم وفق الجميع لطاعتك المؤسسون، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وإلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية رحم الله والديكم. ثالثة على حب الحسن والحسين. يا بابي الله، هيا بكي يا